خرج الإمام أحمد بن حنبل من السجن من محنته، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتلي في الفتنة التي عرفت في التاريخ بفتنة القول بخلق القرآن، وقبض عليه وسجن. فكان الإمام أحمد بعد سنتين من البلاء يجلس في بيته ثم يقول: اللهم اغفر لأبي عبد الله، اللهم اغفر. قالوا له: من أبو عبد الله هذا؟ قال: هذا رجل من الشطار حرامي. قالوا: تدعو للص؟ تدعو لسارق؟ قال: لما قبض علي ثم أدخلت إلى السجن وخرج بي إلى السياط لأضرب، وهو شيخ كبير وما تعود على هذا. قال: فلما أرادوا أن يخرجوا بي لأجلد، وكان الخليفة جلده جلدا شديدا حتى كان يقول لي: الجلاد زد عليه كسر الله يدك، وجعل 10 جلادين كل واحد يضرب 10 ويقف حتى ما يكون 11 والثاني 10 يتعب بعدها، وإنما كل واحد يأتي بقوته. فأقبل هذا اللص إلى أحمد بن حنبل لا يستطيع أن يمنع عنه الظلم، لكنه قال له كلمات صبرته. قال له: يا إمام، إن لي في ديوان الخليفة 1000 جلدة في سرقة، يعني أنا أجلد في أمر محرم وأستحق فيه الجلد، في سرقة، في أمر مهين. قال: إن لي في ديوان الخليفة 1000 جلدة كل أجلد مجموعة منها، وأنت إنما تجلد في سبيل الله يا إمام، إنما هو سوط أو سوطان ثم لا تعلم أين يقع بقية ذلك. يقول: أنت ستحس بالصوت الأول أو الثاني ثم البقية لن تشعر بها. يقول أحمد بن حنبل الإمام الذي ألف مسند الإمام أحمد في 30,000 حديث، أحمد بن حنبل إمام الدنيا، إمام أهل السنة، يقول: فلما سمعت كلام هذا الرجل اللص الحرامي، لما سمعت كلامه سكن ما في نفسي وصبرني. هذا الرجل نصر المظلوم بكلمات صبره على ما يصيبه.